شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث الفتره الثانيه مباراه كره السله الاهلي وطلائع الجيش من صاله امير عبد الله الفيصل بتقدم النادي الاهلي 32-24 فيما انتهت الفتره الاولى 15-13 ايضا لصالح النادي الاهلي. برحب بضيوف في المره الثانيه. اهلا بيك يا كابتن طاهر. اهلا بيك يا كابتن سلعاوي. اهلا بحضرتك. اهلا كابتن. كابتن سلعاوي ابتدي معاك. يمكن المباراه سخنا معاها يعني المباراه كانت كنا فاكرين المباراه هتبقى ماشيه رتمها بطيء او حاجه، ولكن بعد ما ابتدت المباراه الريتم السريع بصراحه فوقنا. اتكلم عن ايه عن المباراه ورايك ايه عن الشوط الاول؟ يعني انا رايي ان هي مباراه سريعه جيده ما ترتقاش الى يعني حاجه متقدمه، لكن هي تعتبر مباراه جيده بالنسبه للمباراه الماضيه. امتازت بالسرعه من الجانبين، في نديه من فريق الاهلي ومن نادي الجيش، والمباراه راحه جايه شكلها حلو. الشوط الاولاني قدر الاهلي يكسب فارق نقطتين، الشوط الثاني فتح لغايه 10 نقاط بتاع، لكن انتهى 8. اعتقد ان نجوم الشوطين دولت مؤمن طارق خيري صحيح، والولد علاء زهران، ابراهيم الجمال على فترات، عبد الله في كمان الولد كريم حاتم مشروع صانع لعب جيد منتخب مصر. يعني بصراحه يعني انا عاجبني جدا النهارده صحيح. الولد عارف يقف ازاي، الواحد برضو بنظرته باين المشروع باين المركز نفسه الولد واقف فيه ازاي، صانع الالعاب ده الولد واقف فيه ازاي، واخد بالك تقدر تقيمه زي ما تقيم الاجنحه واقفه ازاي زي اربعه صحيح. كابتن طاهر راي حضرتك في احداث الفتره الاولى والثانيه؟ طبعا زي ما توقعنا ان الناشئين خدوا ثقه من الماتش اللي فات كويس قوي، والرهبه ضاعت بالنسبه لهم، هو بس الوحيد اللي عبد الله عشان ما لعبش الماتش اللي فات لسه بياخد وكان بيلعب في بطوله 3-3، غير برضك لما تبتدي بقى ترجع بقى 5-5. انا اعتقد ان هو الماتش الجاي هيكون وانا بحترم هذا الفكر من مستر اوغستي صحيح، انا بحترمه جدا ان اداهم الثقه دي وما زال مصر انه ما يديهم الثقه صحيح. يا كابتن طاهر وخلينا نطلع اعزائي المشاهدين لفاصل سريع ونكمل مع حضراتكم بعد الفاصل تغطيتنا المستمره مباراه الاهلي وطلائع الجيش، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن سلعاوي اجي لحضرتك. يمكن سمعنا في التايم اوت اللي كان اثناء الشوط الثاني مستر اوغستي كان بيتكلم مع اللاعبين، يمكن قال مصطلح استوقفني يعني او ركزت معاه، قال انا يعني دونت اوفر هيلب، يعني ما تعملش هيلب بزياده. يمكن دي كانت نقطه ضعف او نقطه ضعف ما زالت الكثير من الفرق، ان انت تروح تعمل هيلب في وقت ما يستدعاش ان انت تعمل هيلب، فبينتج عنه ان انت بتسيب مانك وبيحصل ثغره في الدفاعات. فالحقيقه انا رحت حضرت تمرين حتى مستر اوغستي لقيته شغال على الموضوع ده، تعمل هيلب في الوقت المناسب. راي حضرتك على ده يا كابتن؟ طبعا احنا سمعنا التايم اوت ده وسمعناه بيقول الملحوظه دي، لان فعلا كان اللاعب في بعض اللعيبه طبعا احنا برضو بنقول ان هم سنهم صغير فعنده سرعه دفاع ده ملخص يا كابتن الشوط الاول فعنده اندفاع شويه، لكن هي عباره عن اخطاء. الاخطاء دي لما بتروح انت تعمل هيلب في وقت غير مناسب بيحصل ان الدفاع بينقص واحد فبيؤدي الى يبقى في زياده عاديه 4-3-3-2 فبتخسر ان بيدخل في، لكن نفس الطريقه دي ليها رولز معينه، لازم يكون الولد مش واخد باله بس بص في الارض دريبله وبيقع منه حاجات كده عشان اقدر اروح اعمل الدبل هيلب صحيح. يعني كابتن طاهر يمكن احنا كنا دايما بنسمع هيلب هيلب هيلب، انما يمكن احنا سمعناه احنا بنلعب بس يعني هي الجمله او النصيحه او التوجه اللي قاله الكابتن للعيبه دونت اوفر هيلب، انه ما يروحش في وقت يضر فرقته. انت لما بتعمل اوفر هيلب انت بتضر فرقتك مش بتفيدها بالظبط. شايف ده حتى خاصه ان اللي موجودين في الملعب لعيبه صغيره عندهم اندفاع، يعني لما بيلاقي حد داخل بيجري يروح على فكره انه كده بيساعد فرقته. شايف ده ازاي يا كابتن، وشايف تاثيره ايه بعد التايم اوت خاصه ان احنا فرقنا 10 بونت بعد التايم اوت ده؟ هو ده يعني كان في دريلات بتتعمل حاجه كمان اسمها كفر ريكفر في الديفنس. نعم يعني كفر، ومهم جدا ان نرجع ريكفر عشان اعمل ريكفر، وهو ده اللي بيتكلم فيه الاوفر هيلب، انك انت ما تعملش ريكفر
فطبعا احنا عارفين كويس قوي ان هو مركز في الديفنس كويس قوي. صحيح. ومفتاح اي مكسب هو الديفنس. يعني اذا عملت اوفنس وسبت الديفنس مش هتعمل لا الاوفنس عمره ما كان يكسبك بطوله. بس خلينا يا كابتن اتكلم بقى يعني راي حضراتكم. النادي الاهلي في الشوطين ما لعبش زون خالص, لعب مان تو مان والماتش اللي فات برضه والماتش اللي فات. يعني قصدي اقول انه الدفاع الاساسي كده باين انه مستر اجوستي هيلعب مان تو مان. بالظبط, المان تو مان هو اساس الديفنس او اساس كمان انت بتعتمد على كل واحد لوحده بيلعب مع مانو. نعم. ويعمل الهيلب ويرجع ويعمل الكفر والريكفر والحاجات دي كلها. بس حضرتك متفق معايا انه الدفاع الاساسي هيبقى النادي الاهلي هو المان تو مان. المان تو مان بس ده في الماتش ده او في الماتشين دول عشان الماتشين دول برضك. انما هو كان بيلجا للزون ديفنس في اوقات كتيره طول السنه اللي فاتت, طول الموسم كان بيلعب شبه دفاع المنطقه, خاصه اخر خمس مباريات مع اتحاد اسكندريه. يعني انا قصدي انه هنا بس عايز كل فريق يعني كل فريق حسب الامكانيات المتاحه ليه. صحيح. قد يرى ان هذا الفريق يمتلك امكانيات متاحه للدفاع المان تو مان. طب كابتن برضو في الناحيه الهجوميه النادي الاهلي شفنا النهارده في سيستم هجوم, شفنا فيه لعبه بنلعبها روتيشن من ناحيه اليمين والشمال, وفي هاند اوف وفي سكرين وفي هاي سكرين وفي يعني اواي سكرين, سكرين بعيد عن الكوره. يعني النهارده شفنا بعض الالعاب الهجوميه في النادي الاهلي. طبعا شفنا النهارده بعض الالعاب الهجوميه في النادي الاهلي, ما اختلفناش. يعني باين ان في مبادئ نظام او بدات توضع وبدات تتبع وبدا يصر على تنفيذها. نعم. المدرب بدا يصر على تنفيذ ما هو قواعد اللي حاططها بالنسبه للهجوم سواء هجوم او دفاع. طبعا. اللي كمان عجبني الشوط الاول والثاني ان الفرقه شايفه بعضها كويس. يعني ويعني مثلا لو واحد قاطع ببسيط يعني في تفضيل, يعني حب الغير. يعني صحيح. انا ببقى معايا الكوره وقريبه اجيب بس يدي للوايت. ايوه يدي الارض يدي الفاضي. يعني انت حاسس ان مفيش انانيه في الملعب؟ مفيش. لا 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 مفيش انانيه. وحاسس ان هم الاولاد صغيرين وعايزين يثبتوا ومستقبلهم كويس. لكن هي النقطه اللي هو اتكلم فيها نقطه مهمه جدا, هي عدم الاندفاع وترك مانك لتغطيه مش هتفيد بيه فرقتك, بل هتضر الفرقه. صحيح. وقد تنفع في المراحل السنيه الصغيره, لكن على مستوى الدرجه الاولى هو بيحط له نظام وقوانين يمشي عليها. مش عليك كابتن طارق, توقعات حضرتك للتات والرابع عشان احنا خلاص من دي لقطات من ارض الملعب. يعني دقيقه او دقيقتين. المتوقع ان هو الفرق هيثبت على كده وممكن يزيد عن كده للاهلي, لان انا ادوني انا نفسي ثقه ان هم هيأدوا وهيكسبوا رغم ان التانيين خبره عنهم بكتير. صحيح. انما انا كل ثقه ان هي هتبقى. صحيح. وفي نقطه بس كمان. اتفضل يا كابتن. حصل بمناسبه كلامك عن الاوفنس, حصل ان هم عملوا فاست بريك نموذجي جدا. نموذجي فعلا. نموذجي جدا. الوان باص اللي كانت لعمر أزهر. طيب خلاص احنا لحظات وتنطلق المباراه. استاذنكم يا كباتن معلش هنروح لارض الملعب ومعلقنا الكابتن احمد مناع لنقل احداث الفتره الثالثه والرابعه من مباراه كره السله الاهلي وطلائع الجيش في تصفيات منطقه القاهره لكره السله والتي تقام على صاله الامير عبد الله الفيصل. فإلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي قناة الأهلي في كل مكان, عدنا إليكم